السلام عليكم طلاب، عندنا إن شاء الله هسه المحاضرة رقم 7 لعنوانها الكوميونيكيشن. طبعا الكوميونيكيشن هيستوري قصده تاريخ الاتصالات. تاريخ الاتصالات يعني نقدر نقول تاريخ حافل، بس هنا معرف بالبداية التاريخ بشكل بسيط جدا، قال هو مفتاح التواصل بين الناس. يعني عادة معروف الناس يحبون يتواصلون بيناتهم، فكان يستخدمون أدوات مختلفة للتواصل من الزمن القديم لحد ما وصلنا لهذا الزمن. قبل طبعا كانت أدوات التواصل صعبة بالبداية، يعني من الصعوبة أنه يتواصلون اثنين بيناتهم، لكن بعصر التكنولوجيا اللي احنا هسه بيه صار التواصل كلش بسيط وسهل باستخدام شنو شبكة الانترنت. فهنا أنا محدد عدد من الأدوات اللي كانت تستخدم للتواصل بين الناس من أقدمها إلى حد ما وصلنا احنا بهذا وقتنا الحالي. أول شيء كانوا يستخدمون الكيف بينتينج اللي هي الرسومات اللي داخل الكهوف. ثانيا السامبلز اللي هي الرموز، الرموز والإشارات كانت تستخدم أيضا للتواصل بين الناس قبل لا يعرفون الحروف وغيرها والكتابة. السموك سيجنال اللي هي لغة الإشارة للدخان، يعني كان قبل خصوصا زي ما مكتوب الصينيين معروفين بهذا الشيء، أنه مثلا يوقد نار وعن طريق الدخان بالنار يقدر يتواصل ويا الموجودين، طبعا شنو ضمن منطقة جغرافية قريبة مو بعيدة. عندنا الكارير بيجن اللي هي الحمام، معروف أيضا الحمام كان ينقل رسائل، فأول ما عرفه هم كاتبين الرومان أثناء الحروب مالتهم، كان لغة تواصل بين العسكريين بذاك الوقت. عندنا البوستال سيستم هي نظام البريد، بريد الطابع اللي هو عادة تكتب رسالة وتخلي بيها طابع وتدفع فد مبلغ معين تطي ساعة البريد وهو اللي ينقله. طبعا هاي معروفة عادة عند المصريين بالبداية، لكن قبلهم كانت معروفة هاي الطريقة عند هواي دول مثل إيران، الصين، الهند والرومان أيضا. عندنا أيضا نيوز بيبر، طبعا لغات التواصل أدوات التواصل مو اللي تكون شيء مباشر بين الناس، يعني مثلا نيوز بيبر جرائد، يعني نقدر نعرف أنه أخبار غيرنا من الناس عن طريق الجرائد الموجودة الجريدة. عندنا الراديو أيضا وحدة من لغات التواصل. عندنا التلغراف أو تلغراف اللي هو يشبه التليفون لكن هو أقدم من عنده، كانوا يستخدمون يعني مثلا إشارات معينة مثلا تون معين يدقون عليه أو أضوية، يعني مهم لازم واحد يعرف، يعني مثل تعتبر لغات أو رسائل مشفرة. عندنا بعدين إجا التليفون اللي هو يحول مثل ما هنا مكتوب يحول لأصوات الإنسان إلى شنو إشارات إلكترونية. عندنا أيضا ظهر التلفزيون، كانت بداياته شو وقت ظهر بعد الحرب العالمية الثانية كان أبيض وأسود لحد ما تطور لحد هسه، أيضا يعتبر لغة من لغات التواصل. عندنا بعدين يجي الإنترنت، هنا الإنترنت كاتب لك شوية بداية الإنترنت، إن شاء الله هسه حناخذها بالتفصيل شنو بداية الإنترنت. من يجي الإنترنت بعد صارت لغة التواصل أدوات التواصل بين الناس جدا سهلة ومعروفة، يعني أي اثنين بأي موجودين بأي موقع على الكرة الأرضية يقدرون يتواصلون بسهولة عبر الإنترنت. وعن طريق الإنترنت إجتي أدوات متصلة بها مثل الإيميل البريد الإلكتروني، كاتب لك أمثلة الهوت ميل والجوجل وغيرها. عندنا التكست مسج الرسائل النصية عبر التليفونات، هي من ظهر التليفونات ظهرت عندنا الرسائل النصية. عندنا السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي منتشرة ومعروفة بكل التطبيقات، وخصوصا زادت من زادت عندنا التطور بالأجهزة، أجهزة سمارت فون وغيرها. ومطيك أمثلة الفيسبوك والماسنجر ويوتيوب وتويتر، وهواي أكو شركات وتطبيقات تخص السوشيال ميديا. فهي كلها أدوات مستخدمة شنو للتواصل بين الناس. عندنا الفقرة الثانية اللي هي اسمها شنو Computer Networks and Communication، علاقة الاتصالات بشبكات الحاسبة. هي شنو لازم نعرف في البداية شنو معنات Computer Networks اللي هي شبكات الحاسبة، شلون تنشأ إذا ربطت حاسبتين أو أكثر مع بعضها، تبادل معلومات وغيرها وخزن المعلومات. فبي عدة فوائد حناخذها إن شاء الله. فهنا شو حناخذ أنواع هاي الشبكات، شبكات الحاسبة. عندنا 5 أنواع رئيسية. أول نوع هو Local Area Network اللي هو اختصار LAN، جاي من أحرف الكابتول موجودة باي كل كلمة. شنو أقصد بيها؟
هي شبكة تربط مجموعة من الحواسيب موجودة بداخل بناية معينة. يعني هاي البناية ممكن تكون شركة، أي شركة، حكومية مو حكومية، المهم شركة أو مستشفى أو مصرف، المهم بناية موجودة بها مجموعة من الحاسبات تربط بين هاي الحاسبات. شلون تربط؟ عن طريق الواير، الكيبلز. ثانيا عندنا الوايد اريا نتورك اللي هو الوان، اختصار وان. هنا تربط الحاسبات شوية، تاخذ مجال اوسع او منطقة جغرافية اوسع. يعني احنا ذيك باللان قلنا بداخل تربط الحاسبات الموجودة داخل بناية واحدة، لا هسه هنا تربط بين حاسبات موجودة ببناية وحاسبات موجودة ببناية اخرى مجاورة الها. طبعا عملية الربط ما حتكون عن طريق وايرات، لانه ما يصير يعني طبعا وايرات تطلع وتربط بينها وبين غيرها من الوايرات موجودة بغير بناية. فالربط عادة شلون يكون؟ عن طريق يا اما تليفون لاينز، يعني خطوط التليفون، او موجات الراديو. عندنا ثالثا المتروبوليتن اريا نتورك اللي هو المان، هذا يخص بعد منطقة جغرافية اوسع، يعني يربط الحاسبات الموجودة مدينة او محافظة، مثل نقدر نقول مدينة بغداد او محافظة بغداد. عندنا الكامبوس اريا نتورك اللي هي الكانس، اللي هي تخص مناطق عادة نائية مثل مخيمات، معسكرات، بها مجموعة من الحاسبات، بها الناس يرتبطون بعمل معين. فهذا الربط من هذا النوع من الربط حاسبات شو نسميها؟ الكانس، الكامبوس اريا نتورك. فكاتبك أمثلة مثل الكامبوس او الميتري بيس، يعني القاعدة العسكرية، مخيمات. عندنا خامسا هي آخر نقطة الهوم اريا نتورك الهانس، هي تخص الأجهزة والحاسبات الموجودة بداخل بيت معين، واللي يستخدمها هم الموجودين بداخل هذا البيت. فعندنا هاي 5 أنواع رئيسية من أنواع شبكات الحاسبة. الفقرة الثالثة عندنا هو الكمبيوتر نتوركس اند اتس ابليكيشن. احنا ليش نربط الحاسبات ببيناتها؟ بها عدة أنواع. عملية الربط تعطينا عدد كبير من التطبيقات والخدمات ممكن نستفاد منها، عن طريق ان ندخل مثلا للوورد وايد ويب اللي هو الانترنت العالمي، نستخدم الديجيتال فيديو، ديجيتال اوديو، نقدر نشارك معلومات وتطبيقات مخزونة بالخوادم السيرفرز، نقدر ايضا نشارك بالبرينترز، الفاكس ماشين، غيرها من الاجهزة، مثلا عندنا ديجيتال كاميرا وغيرها، ايضا نستخدم الايميلات ببياناتنا، انستانت مسجنج وغيرها من التطبيقات. طبعا هواي اكو تطبيقات، فهو معدد لك الاعم من هاي التطبيقات. عندنا الفقرة رقم 4 development of internet، يعني هو شنو معناها؟ تطور او نشأة الانترنت، شلون كانت بدايته؟ طبعا كاتب لك سنة 69، مهم السنة، عادة مرات يقولون بالخمسينات او نهاية الستينات ظهرت ما يعرف بالانترنت. طبعا الانترنت بالبداية كانت فكرة وكالة الدفاع الامريكية اللي هي اسمها او اختصار الاربانت، اللي هو اختصار كلمة Advanced Research Project Agency، يعني رادوا يستخدمون شبكة ينقلون بها مجموعة من المعلومات السرية بين القادة العسكريين. فكونوا شبكة بسيطة صغيرة سموها الأربانت. هاي الشبكة كانت هي الوحيدة الموجودة بأمريكا وبالعالم تقريبا، سرعان ما شنو ازدهرت، وكانت تستخدم فقط طبعا الأغراض العسكرية، ازدهرت بحيث كان صارت شنو القارة الأمريكية كلها تستخدم هاي الشبكة. بعدين فكروا أنه يقسموها إلى جزئين، جزء خاص بالأغراض العسكرية وجزء خاص بالأغراض شنو العلمية اللي هي للجامعات.